بمناسبة افتتاح تونتي بلازا في إمارة الفجيرة، كل شيء عندهم من درهم إلى 10 دراهم، وأيضا تاريخ 19/20/8/2021 خصومات رهيبة جدا بمناسبة الافتتاح. الموقع الفجيرة بعد مسجد الشيخ زايد، أول دوار وأول فتح يمين، وحياكم الله. يوم الخميس والجمعة أنواع وأشكال الماي دائما رخيص، بس يوم الخميس والجمعة تاريخ 19/20 مياه أكوا نص لتر 12 حبة بدرهمين الشد الوحدة، الحق ما تلحق. ضخم وكبير للمواد الغذائية، هاي كل قسم الحلويات مواد غذائية كاملة هني. هناك عندنا الورود والمداخن بجميع أنواعها، الثلاجة أيضا كل أنواع العصائر اللي تبغيها، الدجاج موجود، الفول وغير مستلزماته والحليب هذا السعر، وبينزل أكثر بعد، في خصومات جميلة جدا عندنا. هذا قسم الزيوت. قسم المعلبات، تخيل نوتيلا كان 9.5، الحين اليوم كم؟ 7.5 دراهم. الكوفي ب10 دراهم. حلويات، بسكوت، ما شاء الله المحل ضخم، وكل اللي تدور عليه تلقاه هني. أغلى شيء عندهم 10 دراهم، يعني الشغلات اللي تنباع برا على 20 و30 هني من درهم إلى 10 دراهم بس. هذا قسم المواد الغذائية، قسم كبير جدا، وكل اللي تدور عليه تلقاه. 8 حبات، 9 دراهم، 9 دراهم. غزل البنات، الحبة بدرهم. الحليب كل الأنواع، 4 لتر مع بعض، حليب مزارع العين للعلم، برع غالي 12-13، هني كم؟ كل الأنواع ب9.5 دراهم وشامل الضريبة. أيضاً يوم الخميس والجمعة هذا السعر، لتر كامل، عصاير راني، كل النكهات بدرهم وربع وشامل الضريبة. وعندنا العرض الرهيب على بومبوم للعلم، في سعودي وفي الكويتي. هذا السعودي الأصلي، 2 دراهم الحبة. وبس وشامل الضريبة. تونتي بلازا في الفجيرة، كل أنواع الشيبس اللي تدور عليه، أغلى شيء 10 دراهم. شوف هني، شوف شو عندنا. علي بابا 24 حبة داخل، 24 كيس، السعر كم؟ 3.5 دراهم. تاريخ 19/20/8/2021، كل مكان السعر 15 وفوق إلا في تونتي بلازا 7 دراهم. تخيل يوم الخميس والجمعة بس. أيضا يوم الخميس والجمعة تاريخ 19/20 أندومي ماجي 3.5 دراهم. تخيل هني السعر، 3 كيلو عسل، لو تذوب شكر بيكون يطلع لك أغلى من كذي. 3 كيلو عسل ب9 دراهم، تخيل سعر مجنون. 9 حبات عصاير مشكلة ب7 دراهم. عندك هذا الأندومي أيضا الحجم الكبير بلاش ب9 دراهم بس، والأسعار شامل الضريبة. شاي تونة كاليفورنيا 3 حبات مع بعض، الـ3 ب9 دراهم بس، للعلم الحبة برع ب7 دراهم. تاريخ 19/20/8، الشكر 5 كيلو، شكر 5 كيلو. الرز الفلبيني، وعندنا الطحين، طحين عطا 5 كيلو من كل الأنواع، والسعر كله ب9 دراهم للكيس الواحد. أيضا من العروض الممتازة جدا القمح الكامل، الطحين هذا طحين القمح الكامل 5 كيلو. وعندنا أيضا أرز هندي سونا 5 كيلو ب9 دراهم الكيس الواحد. مخلل هذا 3 كيلو 5 دراهم. 4 حبات هنز، مايونيز حبتين 10 دراهم، زيت زيتون زجاج هذا للعلم، والبلاستيك اسباني الحبة ب10 دراهم، وكل شيء رخيص عندهم. من العروض الطيبة على تايد 1.5 كيلو 9 دراهم، طواش 10، وايت هذا 2.5 كيلو للعلم، اوكسيجين 7.5 دراهم، نانو ب7.5 دراهم. وعندنا ايضا كلينكس الكوزي رهيب جدا وممتاز، نوعيه طيبه، 200 ورقه 5 حبات ب9.5 دراهم، ارخص سعر في السوق. وعندنا اخر شيء الكمامات، هذه الكمامات كرتون كامل ب2 دراهم بس، وعندنا 100 قفاز من هذا النوع ب8 دراهم بس، ما عليكم من السعر هذا. العروض الرهيبه جدا على حفاضات بامبرز، 25 حفاضه 8 دراهم بس وشامل الضريبه. هذا القسم كامل كل شباصات اكسسوارات، نفس شيء هذا القسم. عندنا هني كل شغلات العناية بالبشرة موجودة هني، المكياج هذا القسم كامل من 1 درهم إلى 10 دراهم، هذه البوكسات تنفع لهدايا أيضا. عندنا هني القسم العجيب الصابون والشامبو من 1 درهم إلى 10 دراهم، يعني تخيلوا هذه جديدة ها للعلم كم؟ 10 دراهم، أغلى شيء 10 دراهم. معجون الأسنان كل الأنواع موجود. عندنا هني أيضا قسم العناية بالبشرة والشعر، الكريمات والسنفرة وكل مستلزمات الجسم موجود هني، تكشير، تبييض،
بوفاس ايضا موجود، كل اللي يدور عليه صبغ للشعر ايضا موجود عندهم. هذا القسم عجيب، كل الزيوت اللي يدور عليها حتى زيت الزعفران موجود، هذه كل انواع الزيوت وكل شيء 4.5 دراهم، 5 دراهم، 6 دراهم اكثر شيء، وانواع البودر هاي كل الزيوت، كل الزيوت، كل الزيوت ما شاء الله. ابو فاس موجود، هذا المرهم ايضا موجود. عيد ميلادكم احتفالكم من هنا يبدا، لتغليف الهدايا موجود، الحروف حق اللي يوصلون في التيك توك هذه يلعبون فيها تشوفونها تصوير هني موجوده، تنفخها وتستوي كبيره، كم وصل عمرك تكتبها. البالونات الكيس ب10 دراهم. يا سلام على هذا القسم، قسم الاكياس، اكياس الهدايا، انواع واشكال، الاسعار من درهم، واغلى شيء واكبر شيء ب10 دراهم. وشوف ما شاء الله، شوف هني عندنا قسم ادوات التنظيف للمطبخ، عندنا هني شغلات السفري ايضا موجوده، تونتي بلازا في الفجيره بعد مسجد الشيخ زايد، اول دوار بعد الدوار على اليمين، بعد الدوار على اليمين، كل هذه موجوده ما شاء الله. الاخير لين هني كل هذه عطورات، شوفوا ما شاء الله انواع واشكال العطورات، الدخون موجود، اغلى شيء عندهم 10 دراهم. تونتي بلازا في وين؟ في الفجيره بعد مسجد الشيخ زايد، شوف ما شاء الله. المداخن احلى واجمل المداخن في تونتي بلازا في الفجيره، شوف ما شاء الله، كل شيء عندهم من درهم الى 10 دراهم. شوف المداخن، شوف الانواع، شوف الموديلات، الخشبي موجود، الكهربائي موجود، كل شيء اغلى شيء ب10 دراهم. وعندهم هذه الشغلات الجميله، شوف ما شاء الله، حق الكوفي، حق تعلق فيها هاي في المطابخ، هذه ايضا تحط فيها كصينيه. عندنا هني شغلات الزينه ايضا موجوده، الورود، الفازات بجميع انواعها واشكالها، والسعر مثل ما تعرفون اغلى شيء 10 دراهم بس. الطابق الأرضي أو تحت الأرض 25,000 قدم، مساحة ضخمة وكبيرة للأدوات المنزلية والألعاب، هاي كلها أدوات منزلية، شوف ما شاء الله. هذه الشغلات تحصلها على 20 و30 و40 و50 في تونتي بلازا، أغلى شيء 10 دراهم. شوف ما شاء الله، شوف شوف الشغلات، شوف الشغلات الخشبية، هذا أنا على 15 برا، شوف ما شاء الله القسم، قسم ضخم وكبير. السلال حق الغسيل موجودة، كل اللي تدور عليه في تونتي بلازا، بوكسات للزراعة، شوف ما شاء الله. شغلات المطبخ، الفناين، عندهم هاي الخواشك، هاي نوعية زينة للعلم، أغلى شيء 10 دراهم وشامل الضريبة. عندنا هني الصحون أيضا، شوف أطقم الأكواب، أطقم القلاصات، عندنا هني السيراميك، الميلامين، أحجام كبيرة، شوف الصوان الكبار موجودة، واللي برا تحصلونه على 20 و30 و40 هني ب10 دراهم بس، شوف ما شاء الله. شوف شوف المقات، عندنا هني انواع المقات، عندنا الصحون، شوف الموديلات الجديده موجوده هني، عندنا هذا القسم المتر ب10 دراهم، سفر جميل جدا. وهني ايضا عندنا الدواسات، عندنا هذه الباركيه حق البيت ابو تفرش الارضيه، المحل ما شاء الله، حتى الفلين موجود حق السمك. عندنا هني هذا الجدر سيراميك مع هذاك الكبير، اي نوع ب10 دراهم. وصلنا الى اهم قسم، قسم الالعاب ما شاء الله، هني الالعاب، هاي شغلات للرياضه، الرياضيين هني مكانكم، كرة القدم موجودة، عندنا البولينج موجود، عندنا قسم الألعاب للبحر، سباحات، مسباحات، نظارات، كل شيء يدور عليه. هذه اللعبة ذكاء فيها جميل جدا، لا تفوتكم هذا القسم، كله ألعاب للأولاد للبنات ما شاء الله، ضخم وكبير. المسدسات موجودة، قسم السيارات، سيارات كهربائية، سيارات عادية، هذا أيضا عندنا ألعاب البحرية والألعاب العادية والعاب حركيه، وما شاء الله القسم ضخم وكبير، محل يستحق الزياره، شوف ما شاء الله. وعندهم ايضا الجيتار موجود. العوده للمدارس، هذا القسم كامل تخيلوا، وعندنا هني كل مستلزمات المدارس، من اقلام، دفاتر، الوان، محايات، برايات، شوف المساطر كبار صغار، شو اللي تبغيه متوفر في تونتي بلازا في الفجيره، شوف ما شاء الله. هذا القسم كامل العوده للمدارس لين الاخير، وهذا القسم والشلف اللي وراه كل مستلزمات المدارس، وكل شيء مثل ما قلت لكم من درهم الى 10 دراهم، والحق ما تلحق، حتى هذه الشغلات للزينه وكذا، والشغلات الرسم وكذا، وحق البطاقات موجوده عندهم. المواليد هاي كلها افرولات، الشنط اغلى شنطه ب10 دراهم، الفوط هاي الطقم كامل 10 دراهم، الطقم 10 دراهم، شوف ما شاء الله، كل شيء 10 دراهم واقل، هذه شوف ما شاء الله، بطانيه كامله ب10 دراهم، طقم ها طقم مع بعض، كل طقم ب10 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 للهدايا، تعالوا هني، والاحذيه هني من درهم الى 10 دراهم 10 دراهم، كل هذا حق المواليد من عمر شهر لين 6 شهور،
ايضا العاب المواليد موجود هني. شوف 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 حتى قياس الحراره موجود عندهم. ها هذا قياس الحراره موجود، قياس الحراره موجود، كل ما يخص المواليد. هذه مصاصه شوفوا او لهايه تعلقها واي لاف يو فيها بعد، والمراضع وكل مستلزمات الاطفال موجوده. اسم البيجامات النسائيه، ملابس الاطفال بيجامات وتيشيرتات والبناطلين والشورتات ايضا موجوده، الرياضيه ايضا موجوده، هي كلها ملابس رياضه. شوف ما شاء الله للاولاد. عندنا ايضا قسم البنات ما شاء الله، واغلى شيء 10 دراهم. شوف الفساتين، شوف الفساتين ايش حالاتها للبنوتات الصغار، ايضا من درهم الى 10 دراهم. هذه هنا قسم الفساتين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه كلها فساتين للبنات. قسم الملابس النسائيه، الجلابيات بانواعها، ملابس النسائيه كل ما تحتاجه تلقاه هنا. تبغونها استخدام شخصي، تبغونها للهدايا، تبغونها للصدقات، للتجاره موجوده. شوف ما شاء الله الشنط، هذه الشنط هني القمصان اغلى شيء 10 دراهم وانت نازل. شوف ما شاء الله ايضا هني ملابس نسائيه اغلى شيء ب 10 دراهم. شوف شوف هذا اللف بانوراما يطلعك من طابق الارضي للطابق الاول. الطابق الاول قسم الملابس، هذه هني عندنا شورت مع تيشيرت رياضيه، كل الانديه والمنتخبات العالميه موجوده، كميات اللي تبغيها، قياسات اللي تبغيها ما شاء الله. والشورت مع فانيله بكم؟ 10 دراهم بس، 10 دراهم. شورتات موجوده، بناطلين موجوده، كل اللي تدور عليه في القسم الرجالي موجود. ايضا قسم الملابس الرجاليه، التيشيرتات اللي على كيف كيفك، هذا القسم ايضا شوف ما شاء الله 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم، قمصان على الموضه ما شاء الله، نوعيات ممتازه جدا ب 10 دراهم. ايضا هذا القسم اغلى شيء ب 10 دراهم، البناطلين والتيشيرتات. الفوط ما شاء الله ايضا قسم كبير، الشراشف الالحاف ب 10 دراهم، كل شيء ب 10 دراهم. هذه الفوطه للبنات للاولاد ب 10 دراهم، الشباشب ب 10 دراهم، النعل النسائيه شوف ايش حالاته، كل شيء تشوفون هني ب 10 دراهم بس. شباب اللي يبغون كابات، كابات الشباب كلها موجوده هني، الادلاغات موجوده، هذه كم حبه؟ 6 7 حبات ب 10 دراهم. عندنا هني اغلى شيء ب 10 دراهم ايضا، الاحذيه، احذيه الاطفال للبنات، هاي كل بنات، هني الاحذيه النسائيه قسم كبير جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 اغلى شيء 10 دراهم، اغلى شيء رياضيه 10 دراهم، هني اغلى شيء ايضا ب 10 دراهم، من درهم لغايه 10 دراهم، الاحذيه الرياضيه الرجاليه تخيل اغلى جوتي ب 10 دراهم بس، 10 دراهم 10 دراهم، هذا ب 10 بعد. توانتي بلازا في الفجيره، النعل الرجاليه حق المسبح حق البيت، النعل الرجاليه العاديه، تخيلوا هالاشياء تنباع برا، هاي تركيه للعلم، ها تنباع برا على 60 70 80، هني اغلى شيء ب 10 دراهم، كل هذا كل هذا ب 10 10 10 10 10. شوف ما شاء الله.